احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا التي أتمت عامها الثامن في أجواء بهيجة داخل أحد المسابح في بيروت، وبحضور شقيقتها سابين نحاس واصدقائهم المقربين. وشاركت سيرين عبد النور جمهورها عبر ستوري انستغرام بمقاطع فيديو وصور ظهرت فيها وهي تشارك ابنتها بتقطيع قالب الكيك، فيما حرصت على إخفاء ملامحها عن الكاميرا. وكما ظهرت سيرين في أحد الفيديوهات وهي ترقص برشاقة على أحد الأغنيات في المسبح مرتدية شورت جينز قصير مع قميص ملون شيفون، وبدت بغاية السعادة وهي تحتفل بهذه المناسبة. ومن جهتها وجهت شقيقة سيرين عرض الأزياء السابقة سابين نحاس معايدة لتاليا، ونشرت صورة لها وهي تقبلها قائلا لها حبيبة قلبها لخالته تاليا، خالته المجنونة، الرب يحرسك ويحميك ويرافق دربك يا حبيبتي. ويذكر أن سيرين عبد النور لديها طفلين من زوجها فريد رحمة، تاليا 8 سنوات وكريستيانو الذي أنجبته قبل نحو عام.